معين النبوة والأنبياء، سيروي قلوب جميع الورى. لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى. فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أجمل تحية نبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، أجمل ترحيب معنا في هذه الحلقة وهذا البرنامج، برنامج نظرة النعيم الذي تقدمه لكم طبعا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا أيها الكرام أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم أمين. انتهينا في الحلقة الماضية في حديثنا في هذا البرنامج عند غزوة حنين، وجئنا على ما ذكر فيها من بعض المآثر والفوائد. اليوم إن شاء الله نحط رحالنا عند غزوة تبوك وما جاء فيها أيضا من الفوائد والعبر التي نهجنا في البرنامج أن نحصل على أكبر قدر ممكن من هذه الفوائد مما يتيح لنا به الوقت. نتحدث بدءا عن المسير إلى تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فنحن نتحدث الآن في آخر الغزوات، وهي آخر أبواب جهاده صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة، وتبوك اسم لعين شهيرة، واختلف من أين جاء اسمها، والأظهر أنه من البوك وهو الحفر والنقش، وقد كانت فيها عين ثرة، قال صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون غدا عين تبوك، ولم يرد ذكرها قبل هذا الحديث النبوي، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها أو لا في خلاف، لأننا لا نحفظ بيتا من الشعر ذكرت فيه هذه البلدة قبل خبره صلى الله عليه وسلم. أما المسير إليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا أراد أن يؤم مكانا أن يخفي الموطن الذي يذهب إليه إلا ما كان من تبوك، فإنه لطول الطريق وعظم المشقة، وكان ذلك في اشتداد الحر وطيب الثمار، أنبأ صلى الله عليه وسلم عن عزمه إلى المسير إلى تبوك لملاقاة الروم، مع أنه لم يقع فيها حرب بعد ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم لبعد المشقة ولأمر أراده الله حتى يبتلى الناس ويمحصون لدنو وفاته عليه الصلاة والسلام. فهي آخر الغزوات، كانت في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في أول السنة الحادية عشر، إذ لم يكن بعدها إلا حجة الوداع. فلهذا دعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا، وأمرهم بالتجهز، فكانت أحوال الناس في ذلك أحوالا شتى. نعم، وكما ذكرت فإن المسير دائما ومثل هذه المواقف يخرج الرجال وتمتحن قدراتهم، وأنت قدمت لذلك بأحوال من ساروا في هذه الغزوة. أحوال من سار في هذه الغزوة على طرائق عدة. نعم. قوم يمكن تسميتهم بالمنافقين المثبطين، وهناك منافقون خاذلون، وهناك منافقون مرجفون. إذا قسمنا هؤلاء الثلاثة كلهم نفقاء منافقون في الاعتقاد. لما نقول مثبطون، تخلفوا وأرادوا أن يتخلف غيرهم، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم وقالوا لا تنفيروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. فهؤلاء هم عزموا على ألا يذهبوا، ولم يكتفوا بهذا بل أخذوا يثبطون الناس ألا يفعلوا شيئا من الجهاد والذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش عرف بجيش العسرة. فهؤلاء المنافقون المثبطون. المنافقون الذين خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم عبد الله بن أبي، فإنه جهز عسكرا ثم لما بدأ المسير تخلف عند جبل ذباب، فهذا منافق ليس مثبطا لكنه خذل النبي عليه الصلاة والسلام. المنافقون المرجفون، هؤلاء جاءوا وأخذوا يرجفون في الناس أقاويل لا يراد بها التثبيط بل يراد بها التشكيك، فمن صنيعهم أنهم عمدوا إلى علي بن أبي طالب
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عليا معه إلى تبوك، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه ولا خلفه إلا استثقالا له، وأراد أن يتخفف منه لبغضه إياه. فبلغ هذا الكلم علي رضي الله جل وعلا عنه وأرضاه. الصواب في مثل هذه الأحوال الوضوح والمكاشفة. فذهب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن المنافقين يزعمون أنك ما تخلفتني إلا استثقالا لي، وأردت أن تخفف عني وأردت أن تخفف عن نفسك بتركي. وهذا كلام في غاية الوضوح، حتى يكون الجواب في غاية الوضوح. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلفه لشيء من هذا البت، ثم قال له: يسترضيه؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ولا ريب أن منزلة هارون من موسى منزلة عظيمة. فالله جل وعلا قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وهارون وموسى أخوين شقيقان، أخوين شقيقين. فعلى هذا رضي علي، وما أراده المنافقون من الإرجاف رده الله جل وعلا عليهم. فهذا أحوال المنافقين بأقسامه الثلاثة. هنا سؤال سمحت لي صاحب الفضيلة، يعني هذا الأثر الذي ترك في قلب علي، وهو علي يعني من نعرفه من مر معنا يعني في سيرته، ربما يتساءل بعض كيف يدخل مثل هذا الأثر ويذهب إلى الرسول ليكاشفه؟ لا نستطيع أن نسلخ أحدا من بشريته ونحن نخاطبه. الخلق بشر يتأثرون بما يسمعون، يتأثرون بما يرون. ألم ترى إلى موسى عليه السلام والله جل وعلا يقول له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فالذي أخبره بأن السامري أضل قومه رب العالمين، ومع ذلك لما أخذ الألواح فرحا بها، حتى إذا رأى قومه وعاينهم يعبدون العجل قال الله: ألقى الألواح، مع أنه يعلم هذا من قبل، لكنه بشر. الخبر ليس كالمعاينة، أو قل المعاينة ليست كالخبر. فالبشرية لا يمكن أن نطالب أحدا أن يخرج عن بشريته، أن ينسلخ عن بشريته، يبقى البشر بشرا. فمن مثل هذه الأحوال شرع لنا هدي الأنبياء، هدي الصالحين قبلنا، أن يكون الإنسان على بينة من أمره واضحا. وهذا حتى في مقامات الأنبياء، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فكل أنبياء الله حتى في تعاملهم مع رب العالمين جل جلاله كان الأمر بالنسبة لهم جليا واضحا، حتى يهلك من هلك على عن بينة ويحيى من حي عن بينة. جميل. الآن نأخذ بعض الأعلام. نعم، هذا من أحوال الناس الآن الباقون. طيب، من أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد. اللهم صل وسلم عليه. ننتقل كعادتنا في بيان ما جاء في هذه الغزوة من خلال أبرز الأعلام، ونبدأ بعثمان. نبدأ بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا الجيش جيش عسرة. فجيش العسرة سمي جيش العسرة، العسر ضد اليسر، بمعنى أن هناك شح في قيام الجيش بواجبه على النحو الأكمل، أو في تجهيز الجيش بتعبير أوضح. من هنا نشأ حال آخر ربما لم نذكرها في الأول، وهي نشأة ما عرف بالبكائين. والبكاؤون 7 نفر من الأنصار كانوا قليلي اليد، ليس بأيديهم شيء، ولهم رغبة عظيمة صادقة في الجهاد، لكن حال بينهم وبين الذهاب لا يجدون شيء أن يحملون عليه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبونه هذا. قال الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أحيانا تنبئ العينين عن خفايا القلب، ملئ قلبهم نور، ملئ قلبهم إيمان، ملئ قلبهم إيمانا ونورا ورغبة صادقة في الجهاد. فلما عجزوا جوارحا ما عجزت أعينهم أن تدمع. قال الله جل وعلا: يزكي صنيعهم ويثني عليهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة في صدور الرجال وفي المحاريب. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كم ينال الإنسان بنيته الصادقة وبرغبته وسريرته البينة مع ربه جل وعلا ما لم ينله غيرهم من الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد عودته:
لأهل تبوك أي لأهل الجيش معه كم من غاز غزا معي وآخرون في المدينة ما قطعنا واديا ولا صعدنا جبلا إلا كان لهم من الأجر مثل ما نلتموه. فهذا يناله الإنسان بصدق نيته وما يتقرب إلى الله ولا يقبل على الله بمثل قلب يستحي من الله ويحب ما عند الله. فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الحياء منه والإقبال عليه. فنأتي لعثمان في ظل ذلك كله. وقف عثمان رضي الله تعالى عنه ذلك الموقف العظيم وجهز جيش العسرة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى وهو يقلب ما أتى به عثمان من دراهم ودنانير وغيرها قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان من بني أمية وكان أشد هذه الأمة حياء. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه كان في بيته وقد انكشف شيء من ساقيه فدخل عليه أبو بكر وعمر فلم يغير من هيئته. فلما دخل عليه عثمان غير عليه الصلاة والسلام من جلسته. فلما فرغوا وخرجوا سألته عائشة فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. في حديث آخر أحيا أمتي عثمان. جهز جيش العسرة وكان له قصب السبق في تجهيزه ولم يسبقه إلى مثل هذا العمل أحد. وهذه قاعدة قد يوجد في المفضول ما هو ما لا يوجد في الفاضل. فعثمان إنفاقا وحياء أكثر الصحابة لكن لا يلزم بالضرورة أنه أفضل الصحابة. فقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه ويحيي الموتى ولم يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم هذا. ومع ذلك فبالإجماع رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من عيسى. عثمان رضي الله عنه لما طوقه الثوار الأولون يوم الدار تذكر هذا الأمر وأخذ ينشد الناس ويخبرهم. وأحيانا قد يضطر الحر إلى أن يخبر ببعض صنيعه ليس طلبا لما عند الناس لكن رحم الله امرأ دفع المغبة عن نفسه فقال ألا تعلمون أنني جهزت جيش العسرة واشتريت بئر رومة وأخذ يعدد مآثره. لكن أولئك الخوارج الثوار الأولون لم يبالوا بشيء من حتى دخلوا عليه داره وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فهو أمير البررة وقتيل الفجرة رضوان الله تعالى عليه. ولا نريد أن نتطرق كثيرا في القضية لكن نحن نأخذ من الأعلام طريقا إلى التعريف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. معنى ذلك أن الإسلام في كل آن وحين يحتاج إلى ذوي الأموال يحتاج إلى ذوي الثراء. فالذين من الله عليهم بالكسب الطيب الحلال ثم بارك لهم في أموالهم وآتاهم جل وعلا وفضلهم على غيرهم بفضل مال عظيم إنما يوفقون إذا أنفقوا أموالهم في مرضاة الله في أعمال الخير يتوخون بها طرائق ينصر الله بها الدين حلقات التحفيظ بناء المساجد إعطاء المساكين المساهمة في جمعيات التي تعنى بالزواج غير ذلك من طرائق الخير التي لا يمكن حصرها. المراد نفع الإسلام وإعلاء شوكته وإظهار حوزته كل هذا ينبغي أن تصرف الأموال فيه. وقد كان عثمان إماما للتجار المسلمين كيف ينفقون في سبيل الله رضي الله عنه ورحمه. أيضا من أعلام هذه الغزوة الجد بن قيس. الجد بن قيس أنصاري من كبار المنافقين وقد كان فيه بخل. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بعض الأنصار من سيدكم قالوا الجد بن قيس على بخل فيه قالوا أي داء أدوء من البخل. هذا الرجل جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أن النبي عليه السلام في هذه الغزوة أفصح عنها أبان فقال للجد بن قيس هل لك معي في حرب الروم وجهادهم؟ فقال يا رسول الله قد علم قومي أنني من أشد الرجال عجبا بالنساء وفتنة فأخشى إن أنا ذهبت معك أن يفتني بنات بني الأصفر فأعذرني يا رسول الله. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم وأذن له
فأنزل الله جل وعلا في حقه ما يبين أنه وقع فيما هو أعظم مما فر منه، هذا لو كان صادقا. قال ربنا تبارك وتعالى: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول، هذا الجد بن قيس، ائذن لي في عدم الذهاب ولا تفتني ببنات بني الأصفر، ألا في الفتنة سقطوا، فإن التخلف عن رسول الله وعدم نصرته وخذلانه أعظم فتنة وأشد جرما وأجل شناعة من لو قدر أنك ستفتن ببنات بني الأصفر. من هنا نفقه أن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، وهذا لا يكون إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام ومعرفة المعرفة الحقة بأنه رسول من عند الله حق. هذا ما كان من أمر الجد بن قيس. هذا يعني شيخنا أن ما زال بأيدينا، ما دمنا على قيد الحياة، أن ننصره. نعم. ليست مقتصرة على من عاشوا معه أبدا، باقية إلى قيام الساعة. وطرائق النصرة تختلف. نعم. إقامتك السنة في نفسك نصرة له، سيتأسى بك من يراك فيتبعك، وإن كان ممن يؤمن بقولك وفعلك سيتبعك على منهجك، فيكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر الماضون على سنته صلوات الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ماذا عن أبي ذر؟ أبي ذر اسمه جندب بن جنادة، من غفار، من السابقين الأولين إلى الإسلام. خبره في هذه الرحلة، كان عثمان منفقا، أبو ذر بقدر الله أبطأ على أن يلحق بركب الجيش، يعني لم يكن مع الجيش في أول مسيره، أبطأ به حاله، ثم بعد ذلك تبع الجيش. فبينما هم في الطريق إلى تبوك مع بعد المشقة والمسافة لاح لهم سواد، فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. وليس هنا كن بمعنى الخلق، هذا من شأن الله وحده، أشبه بالتمني الذي يصدق الله فيه نبيه. فقال: كن أبا ذر. فلما رأه الناس قد دنا قالوا: يا رسول الله، هو أبو ذر. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ما الذي نفقه هنا؟ نفقه أن أحيانا الإنسان يغلب عليه التسويف، ولهذا أبطأ أبو ذر. لكن من العباد من تداركهم رحمة الله، فما أن يتلبسون بأدنى المعصية إلا وربك يستلهم منها ويردهم إلى الجادة، وهذا لا يكون إلا لمن صدقت نيته وصلحت سريرته. قال الحسن البصري: عندما رأى قوما يعصون الله، عزوا على الله، هانوا على الله، فخذلهم، ولو عزوا على الله لعصمهم. والله يقول: جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من هنا يفقه أن هذا الصحابي الجليل لصدق سريرته أعاده الله إلى الجيش ورده إلى الصراط المستقيم. ويفقه أن الناس، وهذا مر معنا كثيرا، لا يمكن أن تطالبهم جميعا أن يكونوا على حال واحدة. فأبو ذر في خبر آخر عير رجلا بأمه، قال له: يا ابن السوداء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد قال عليه السلام في حق أبي ذر في حديث آخر: والله ما أضلت الغبراء ولا ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. وقال عنه: لا تحكمن بين اثنين، إنك رجل ضعيف. ما معنى ضعيف؟ ليس المقصود ضعيف الإيمان، فهو لا أحد أصدق منه، بل يبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جهاده. لكن الضعف أحيانا يكون في الرأي، أحيانا يكون في معالجة القضايا، يسمى ضعفا، لكنه لا علاقة له بالإيمان. فالجنة
مهرها الإيمان والعمل الصالح، أما أحوال الدنيا كيف تساس؟ فلا يمكن أن تأتي لأحد استدامت صلاته خلف إمام الحرم المكي أو المدني مثلا 40 سنة وقلما يفوت صيام الاثنين والخميس، فهذا عابد. لا يلزم بالضرورة أن يفقه أن تسند إليه عالي المناصب وجلائل الأعمال، محال، قد لا يفقهها ولا يحسنها ولا يتقنها، فهو ضعيف في هذا الباب لكنه ذو إيمان قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر إنك رجل ضعيف لم يقصد صلوات الله وسلامه عليه ضعف الإيمان، إنما ضعف الرأي، عدم القدرة في معالجة الأشياء والتعامل مع الناس. نعم. ما إن تذكر تبوك إلا ويرد على الخاطر والبال الثلاثة الذين خلفوا، وأنا أريد أن نأخذهم الآن حتى لا ينتهي وقت هذه الحلقة دون أن نشير إليهم وإلى قصتهم. نعم. وإلى الفوائد منها. الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية. هؤلاء كانوا صادقين، ليسوا كالمنافقين الذين ذكرنا أحوالهم. نعم. من الذين خذلوا النبي أو ثبطوا أو أرجفوا، ولم يكن من الذين لحقوا الركب مثل أبي ذر وأبي خيثمة، بل كانوا ممن بقي في المدينة، طابت الثمار، اشتد الحر، مع غدا أذهب بعد غد أذهب، وكانوا من القوة والمكانة بالحال التي لا يعذرون بها. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد من تبوك جاءه المعذرون من الأعراب، وجاءه الذين تخلفوا، وأوكل كل أحد إلى ما قال. قال له رب عفى الله عنك لما أذنت له. هؤلاء الثلاثة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم لم يكن لهم عذر البتة. وقال له كعب يا رسول الله لقد أعطيت جدلا، ولو أنني وقفت بين يدي أحد غيرك لأقنعته، لكنني علمت أنني إن كذبتك جاءك الوحي من السماء بخبري. فأرجأ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أرجأ بمعنى أخر أمرهم. قال الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني أخر الله جل وعلا أمرهم. لما أخر أمرهم مكثوا 50 ليلة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا يسلموا عليه، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يلقى الرجل أخاه، ابن عمه، جاره، وذلك يتعبد الله بأن لا يسلم عليه، فأي غربة أعظم من هذه؟ محال للأفذاذ والأحرار من الرجال. جاءت لكعب رسالة من أحد أمراء العرب ممن له صلة بأمراء الروم، يخبره فيها أن قد بلغنا أن صاحبك قد نبذك، هجرك، فحتى يقطع على الشيطان سبيله أخذ كعب الكتاب وألقاه في التنور. فأحيانا ثمة أشياء لا بد من التخلص منها البتة، على أنه ينبغي أن يعلم الإنسان في سنن الله قبل أن يتوج بعطية ربانية إلهية يبتلى، فإن عزم على أن ينبذ غير الله وراء ظهره آتاه من فضل الله ما لا يخطر له على باله. قال الله جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. كان يعيش مع قومه أي الخليل إبراهيم، وقام عليهم الحجة يا أبتي، فلما لم يكن منهم خير اعتزلهم، فلما اعتزلهم وجعل أباه وقومه وراء ظهره قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هنا أخذ كعب رضي الله عنه الخطاب وألقاه في التنور، لأنه لو بقي الخطاب بيده كلما قرأه يحن إلى أن يجيب داعيه، فألقاه في التنور ليقطع الأمر. لما ألقى الكتاب في التنور أقبل الله جل وعلا عليه بفضله، ما هي إلا ليال، ويبشر
رضوان الله تعالى عليه وصاحبيه بأن الله جل وعلا قد تاب عليه، فيأتيه البشير فيسجد، وهذه تسمى سجدة شكر، وهي من الناحية الفقهية لا يشترط لها طهارة ولا ستر عورة، لأن الخبر يأتيك من البشارة لا يلزم عندها أن تكون على طهارة أو أن تكون ساتر العورة. فإن استطاع أن يصلي إلى القبلة كان حسنا، فإن غاب عنه أين مكان القبلة حينها فلا حرج، فسجد لله شكرا. ثم إنه جرت العادة أن البشير يمتع يعطى، فخلع ثوبه ولم يكن غيره أو قميصه وأعطاه البشير، وهذا لتعلق البشير بالشيء الذي تملكه، ومن تعلق بشيء تملكه فإن من الصواب أن تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنصار إجلالا له تأتيه بأول ما يكون من ثمر المدينة من تمرها، فينظر صلى الله عليه وسلم في أصغر القوم الحاضرين من الصبيان ويعطيه إياه، لأن الصبي إذا رأى الرطب في يده صلى الله عليه وسلم تعلق عينه به، وهذا الصبي لا يفقه، فيعطيه إياه ليطعمه، حتى وقد جاء هذا في القرآن: فرزقوهم منه وكسوهم وقول لهم قولا معروفا لا حضر القسمة. فمن هذا أعطاه واستعار ثوبا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحر يحفظ الوداد، أحد الناس قام لكعب لما دخل المسجد يهنئه أظنه طلحة، فقال: فما زلت أحفظها لطلحة. والحر يقول الشافعي: من راعى وداد لحظة. ويقول أبو الطيب: إن المعارف في أهل النهى ذمم، وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. هذا من كان من خبر الثلاثة، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فكانوا من خير جيل من أمثل الرعيل رضوان الله تعالى عليه. هنا سؤال نختم به الحلقة بشكل مختصر شيخنا، يعني ربما يكون هناك استغراب عند البعض لهذه الاستجابة والامتثال من قبل سكان المدينة في تعاطيهم مع هذا الأمر، وليس ليوم ويومين، استمر لخمسين يوم تقريبا أن قاطعوا هؤلاء الثلاثة. هذه هو الإسلام، الاستجابة لله ورسوله سبحانه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم إلا بشيء فيه خيرهم ورشدهم أجاب، ولو كان ذلك يتعلق بآبائهم أو إخوانهم أو أمهاتهم أو تجارتهم، لا يقدمون على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا الحديث مشاهدينا الكرام حول غزوة تبوك وما جاء فيها، نصل إلى ختم حديثنا في هذا البرنامج في باب الجهاد النبوي، وإن شاء الله سنواصل في الحلقة القادمة في حديث عن الأحوال النبوية، إن شاء الله ستكون الحلقة عن العصمة. فإلى ذلكم الحين لكم منا كل الشكر والتقدير، وباسمي واسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لشيخنا والشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبة. شكرا لكم شيخنا. شكرا لك. وأنتم مشاهدينا إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بها.